نبدا نعم موجوده طيب نبدا على بركه الله طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اهلا وسهلا بكم ايها الاخوه الاكارم والاخوات الكريمات في هذا المساء العاطر الذي نصحبكم به في لقاء متميز و تدير هذا اللقاء سعادة الأستاذة مريم بنت أحمد عبد الله الأستاذة مريم حاصلة على عدة دبلومات في علم النفس والإرشاد الأسري وكذلك في تعديل السلوك وهي خبيرة التعامل مع المراهقين تطل علينا أسبوعيا في هذه اللقاءات المباركة في الاستشارات الأسرية فمرحبا بك أستاذة مريم وقد عنونتي لهذا اللقاء بالحصانة الفكرية أهلا وسهلا حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنعم الله عز وجل علينا بنعم كثيرة. لا تعد ولا تحصى. ومن تلك النعم نعمة الأمن. والأمن ليس فقط أمن نفسي أو أمن عسكري هناك أنواع كثيرة لمفهوم الأمن ولكن بالعموم لخص ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها فالأمن نعمة عظيمة وما نعيشه الآن في بيوتنا من أمن وأمان رغم الحجر اللي إحنا فيه هذه نعمة عظيمة كيف لو كان العكس كما يقال كيف لو كنا إحنا الآن بر بيوتنا العلاج والطريقة الأسلم لدفع هذا الفيروس كسبب الخروج من المنازل فبالتالي نحن الآن في نعمة عظيمة نعود إلى الأمن الفكري او الحصانه الفكريه وهي نوع من انواع الامن ولكنه نوع مهم جدا لاننا قد نجد الامن الصحي مهم ان يعني مهم أني أنا يكون عندي طبيب جراح حاذق متقن ولكن اذا كان هذا الطبيب لديه فكره غير جيده وهي ان الارواح سهله وأنه انا لي مكانه في هذه المستشفى مع احترامي لكل الاطباء والجراحين انا عندي مكانه وحصانه في هذه المستشفى فحتى لو مات المريض انا ما عندي اشكاليه فقد يكون في شيء من التهاون اذا المشكله ليست في قوته والقوه اللي عنده العلميه في الجراحه وادق المعلومات انما المشكله اللي عنده في الفكر هذه الفكره الخاطئه قد يكون لدي جندي على الحدود لمقاتله العدو، لكن عنده فكره ليست لديه حصانه فكريه، عنده فكر الخوارج سينقلب الجندي الى عدو لبلده. وقيس على ذلك فالحصانه الفكريه والامن الفكري مهم جدا على كل الاصعده. آه قاعده جميله تقول اذا اردت ان تغير سلوك احد لا تتكلم معه عن السلوك. غير افكاره تتغير سلوكياته فالفكر يؤدي الى سلوك وهذا الفكر لابد ان يحصن والتحصين الفكري يكون بالنصوص الشرعيه يعني ما ينفع احكي قصه ما ينفع اخذ واوري موقف هذا كل أشياء كويسة عوامل مساعدة لكن تتلاشى مع الأيام الحصانة الفكرية الجيدة تكون بالنصوص الشرعية يعني قال الله وقال الرسول الفكر هذه قاعدة مهمة جدا أن الفكر لا يغير إلا بفكر ذكرنا قاعدة قبلها أن إذا أردنا أن نغير أي سلوك نغير الأفكار أولا ثانيا أن الفكر لا يغير إلا بفكر عنده فكرة أبدل له الفكرة فكرة أخرى ولذلك الفكر له مكانة عظيمة في الدين التأمل التفكر أمر عظيم في الدين ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أنه إذا ما تعار أحدكم من الليل قام أحدنا من الليل ساعة اثنين ثلاثة ينظر إلى السماء ويقرأ آخر عشر آيات من سورة آل عمران السؤال لماذا في هذا الوقت القيم الآن صفاء ذهني ما في هموم ترى قيامنا في الفجر تبدا كل الهموم والافكار اللي بنسويها طول اليوم تجينا في بالنا لكن لما تقوم الساعه 2 بالليل كرمكم الله رايح الحمام عطشان تشرب مويه لما تستيقظ عندما تستيقظ في هذا الوقت يكون المخ صافي ذهنيا في هذا الوقت اختار الله عز وجل لنا عشر آيات في أواخر آل عمران هذه الآيات عظيمة جداً يقول تعالى ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لايات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويتفكرون التفكر عباده عظيمه يعني لو شخص جالس في البلكونه وحط قهوه يتامل في السماء ترى ممكن نقول أنت إنسان فاضي ترى يقوم الآن هذا الشخص يقوم بعبادة عظيمة في الدين عبادة التأمل والتفكر في مخلوقات الله فلماذا اختار الشرع هذه العشر آيات أنا ليس لدي رد شرعي لماذا اختار الله عز وجل هذه العشر آيات ولكن لدينا نصوص ايات عشر ايات في هذه السوره توضح لنا مدى اهميتها في تحصين الفكر في وقت في صفاء ذهني ينبغي لكل من سمعها ان يقرا ان يحفظها هذه الايات والافضل ان ينظر الى السماء يعني يفتح الشباك ويطالع في السماء طبعا بناتنا المراهقات وشبابنا لا يفتحوا الشبابيك ويطلطلوا على الناس واخر ساعه اخر ثلاثة الفجر يابا نفتح ونتامل لا احنا نطالع في السماء فالنظر الى السماء وقراءة هذه الآيات ترسي داخلك معانيها معاني كثيرة الآن لقاءنا ليس عن شرح آخر عشر آيات لكن بس بدأنا بها اللقاء هناك تجديد وتذكير بذكر الله عز وجل والتفكر في ملكوته هذه من الفوائد تجديد الإيمان لنقتل أي فكرة واردة عن اللادين ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان إذا إذا الشاب تعود أن يقرأها المراهق الشاب تعود أن يقرأ هذه الآيات ترى لو سافر برا تعال. عنده ردود لأسئلة إحنا قبل ما يسافر نعطيه أجوبة معينة هي لا انتبه أنت عندك أخوات هي عرض أخواتك إحنا تهمنا أشياء أخرى لكن هناك أهم من ذلك فهذه الآيات ترسي داخله في اللاواعي أصلا عقائد ترى في دين في رسول ربنا أنزله تحدد لنا الإيمان بالرسل والغيب ربنا اتنا ما وع... ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك اذا احنا مؤمنين بالغيب في رسل جو من اياتها توضيح جزاء الذين قتلوا في سبيل الله اي مسلم مشرد يقتل غرقان من انظر له ما انظر له انظر له بنظره انه غفر الله ورحمه ورحمه الله لكن داخليا اقول ان كان مسلم باذن الله ستجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم آية من هذه الآيات إذا جاء شخص يعني أنا أذكر حالة حقيقي رسلت لي واحدة رسالة على الإيميل كان قبل خمس سبع سنوات آه... رسلت لي على الإيميل رسلت لي صورة لأحياء لل... اليهود في فلسطين لي... وكتبت لي جنبه لماذا؟ ليش هم كذا واحنا لا؟ <applause> فبما انه هي وصلت لهذه المرحله من عدم الحصانه الفكريه حتى شكت او بالاصح يعني شافت انهم عايشين حياه اسعد مننا واحنا مسلمين فما وجدت صراحه كلام كثير اكتبه لها حتى يستوعبوا مخها غير ايه من هذه الايات العشره. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد انتهى نقطه على السطر انتهى الموضوع يهود غير يهود مشركين نصارى خلاص متاعهم الان فالحصانه مهمه هذه هذه العشر ايات كلها تحصين عقدي ثم الايات ما قبل الاخيره الانصاف مع اهل الكتاب ودعوتهم بالحسنى والإنصاف معهم آخر الآيات الصبر والمصابرة والمرابطة في سبيل الله ثق وتأكد لن يضيعك ثق وتأكد لن يضيعك الله عز وجل الصبر سبب فلاح الدنيا الإنسان في الدنيا والآخرة فكل ما كان لدى الشخص فهم لهذه العشر آيات طبعا هي لابد أن تحفظ كل ما كان أكثر حصانة في النهار ولذلك الفكر دائما يدفع الى عمل هذا السبب الذي يجعلنا اكثر حذرا على شبابنا علينا ان نحذر لانهم الاعداء يتصيدون صغار السن هم اكثر ضحايا غسيل المخ ونعيد ونكرر الجمله لصوص العقول أشد خطرا من لصوص المنازل وصغار السن هم أسرع من يستخدم أو يخرج عن دائرة الإسلام بدون أن يشعر الإرهابيين كلهم صغار في السن ولذلك تركوا الكفار وقتلوا المسلمين فكل ما كان الام والاب ابتداء لديهم حصانه فكريه كل ما كان الابناء بالتالي ستصل اليهم هذه الحصانه. طبعا احنا اليوم حنتكلم على اربع سلوكيات سريعه ظاهريه تحتاج لحصانه لانها منتشره. الاسبوع القادم باذن الله سنتكلم على اربع قضايا عقديه وهي الاهم لكن احنا حنبدا بالاقل او بالادنى ثم الاعلى مبادئ ومفاهيم يجب غرسها لنصل للامن الفكري والحصانه الفكريه لدى شبابنا وترى ممكن تكون يعني ام زوجه وليست لديها هذه المفاهيم قد يكون اب يعني بلغ الخمسين لكن ممكن يقول لزوجته لو جاء برنامج في الاخبار او شفت تلفزيون او طرف خبر ممكن يقول يعني صراحه اليهود والنصارى كمان يعني كلهم ديانات سماويه لنا ديننا ولهم دينهم هذا خطر، هذا ناقض من نواقض الاسلام، من لم يكفر المشركين او يشك في كفرهم فقد تكون هذه الاشكاليات حتى مع الكبار ليست مع الصغار فقط، فعلينا ان نشيع او ننشر هذه الافكار او المبادئ، اذا قلنا هناك أفكار افعال واخرى عقائد ندندن حولها في الحصانه الفكريه وسنبدا بالادنى فالاعلى. اخطاء تظهر عند غياب عدد او عند غياب الحصانه الفكريه منها الفواحش من زنا، شرب الخمر، الواط، الغش هذه الان الافعال الظاهريه اقل خطرا بكثير من الـ ما سنذكره الاسبوع القادم العقديه لكن بدانا به لانه ادنى وحتى يعني يبدا المخ يركز اكثر آه اذا ما بدانا في الحديث عن هذه الامور اخترنا احنا اربعه اشياء للاسف منتشره هذه الاشياء طيب هذه الاشياء الاربعه للاسف سميت بغير مسميات تبديل المسميات لا يخفف العقوبات هذا ما يجب ان نؤكد عليه مع الجيل الزنا اذا سمي حريه شخصيه حب صداقه لا يغير من جرمه وحرمانيته شرب المسكر اذا سمي بمشروبات روحيه وما نفسيه قال روحيه روح من صفاء الروح والنفس اللواط اذا سموه ليزبيان، جاي جنس ثالث لا يخفف من جرم هذا هذا آه، هذه الفاحشه كذلك الغش اذا سموه خفه شطاره لهلوب ما شاء الله عليه ما تمسك عليه شيء في شغله هذه كلها مسميات نسمعها عن قد يكون رجل على ثغرة في المجتمع لكن للأسف غشاش فنصوص الشرعية تكون في مثل هذه المواقف كقواعد البيت الراسخة تحفظ من الانهيار مهما زلزلته الشهوات يعني الابن ممكن يسافر فجأة ممكن يدخل يفتح ثلاجه يلاقي فيها مسكر ممكن تقع الفتاه في في حب شخص ممكن في المتوسط في بدايه المتوسط تصير علاقه بين الولد او مع صاحبه او مع البنت وصاحبتها بس تبدا بعلاقه صداقه ومواسعه تتحول لعلاقه سيئه وممكن طفل يبدا يغش في الاختبار هذه الامور كلها اللي قد تبدا باشياء يعني بسيطة لكن ترى نهاياتها مؤلمة جدا هل لديكم في مكتبتكم كتاب الكبائر أنا متأكدة أغلبكم عندكم كتاب الكبائر أباكم تنفض عن التراب أو تنزلوا المكتبة تطلب كتاب كبائر تفسير الشيخ الفوزان او تفسير الشيخ ابن عثيمين هذا اللي انا صراحه اطلعت عليه وجدا يعني نفعني الله به. آه شرح جيد ربط بالواقع جميل بس تفتح الفهرس حتقرا كبائر كنت ظنها اصلا ما هي كبائر وتبحث تبحث عن كبائر كبرت وتربيت فجعوك انها كبيره وهي اصلا ما هي كبيره. فالعلم والحصانه الفكريه جيده في مثل هذا الزمن الذي نعيشه الان. بالذات انه الان الحرب حرب اعلاميه ليست سلوكيه. فالافكار سريعا الان يتناقلوها في وسائل التواصل. سنبدا اولا في عقوبه الزنا. الان احنا قلنا العلاج لأي مشكلة الحصانة الفكرية طب الحصانة كيف تسير؟ الحصانة تسير بالنصوص الشرعية إذا أنا ما أنتظر بنتي تصير مراهقة وابني يصير باقي له يومين يبتعث يسافر عشان أنا أحصنهم بالأفكار اللي هي النصوص الشرعية الشرعية أحتاج إنه أنا مبكرا قبل الوقوع في الأمر في الابتدائي احنا خلينا بموضوع الزنا مهم جدا ان احنا نذكر النصوص الشرعيه الوارده في الزنا طبعا النصوص كثيره بس انا الان اليوم سنتناقش او نذكر مثال انا اذكر لكم مثال مثال نص نص لكل قضيه ممكن يكون عندكم مشكلات غير هذه المشكلات الاربعه بس هذه الان ظهرت في المجتمع فانا ابن الحمد لله الاربعه ما هي فيه طب ابنك عنده اصدقاء ابنك ممكن يروح مع اصحابه في يوم استراحه ويقعد فجاه يدخلوا عليهم بنت ايش يقول لهم طب ايش تبغى ابنك يقول لهم لانه الشخص اذا كان ناهي او امر هذه حصانه له حيقول لهم حرام اتقوا الله وبعدين ايش النص يا شيخ الزمن اتغير يا شيخ اسكت بس يعني اعطيكم بس مثال بسيط لما الام تربي ابنها انه يا بابا لا ما يصير عوره ما يصير تلبس شورت ما يصير عوره هو طفل صغير الداده ما تشوفك طيب تمام لما يصير عمره أربع خمس سنين يروح مع أبوه استراحة مع أصحابه كلهم لابسين شورتات فوق مرة أعلى الفخذ وداخلين يسبحوا إيش حيكون الوضع؟ إن كان عيب حباب حبيبي ما يصير عيب بلاش نقول طفل أربع خمس سنوات لأنه الآن ما حنتكلم عن الحرام خلينا نقول طفل عمره ثمانية تسعة سنوات يفهم الآن إيش يعني حرام وحلال وما في بأس إنه إحنا لو ذكرنا النصوص إنه ما حيصير عنده اشكاليه فلما يكون عمره 8 9 سنين واقول له يا بابا يعني ما يصير عيب غير لما اقول له يا بابا هذه عوره اقول له النص افهمه بالنصوص الشرعيه بالدليل بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو شاف ابوه واصحابه كلهم في المسبح شبه عرايه هو عنده النص الشرعي فيقول الله يهديهم شكلهم ما يعرف ممكن يحسب انه بس في المسبح لكن لو يحس بعيب حسب انه العيب بس قدام الناس في الشارع لكن في المسبح مو عيب وهذه الاشكاليه اللي حاصله مع بناتنا ونساءنا في قضيه الحجاب اذا كانت العبايه كانها فستان سهره ما عندها اشكاليه هي لابسه عبايه لا وتقول اعطوني عبايتي بسرعه انا خارجه عبايتها احلى من فستان اللي لابسها بس هو الفكر ما لبست العبايه وهي صغيره على على قضيه او فكره انه الحجاب لازم يكون لا يصف لا يشف لا ليس زينه ليس تشبه هو والى اخره. والهدف من الحجاب اساسا كلمه واحده انها ما تلفت الانتباه بس ماما وين ما رحتي لا تلفتي وانتهينا. أه نرجع لعقوبه الزنا. حديث النبي عليه الصلاه والسلام عندما اخبرنا انه في رؤيا راها قال فانطلقنا الى ثقب مثل التنور اعلاه ضيق واسفله واسع يتوقد تحته نارا فاذا اقترب ارتفعوا اللي هم الزناة حتى كاد ان يخرجوا فاذا خمدت رجعوا فيها وفيها رجال ونساء عرات فقلت من هذا قال انطلق فانطلقنا حتى يتم الرؤيا القصة وفي آخره قالوا أما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني مهم أقول لأبنائي ترى في قنينة كبيرة تنور كبير أعلى ضيق وأسفله واسع وفي رواية أنه من نحاس يعني حيحرك أكثر نار تدخل من أذباء من فروجهم وتخرج من أفواههم أسفلها أسفل نار فيضوض يعني يطلع لهم صوت لين ما يطلعوا فوق فكل ما اقتربوا من الأعلى نزلوا إلى أسفل هذا عذاب الزنا وهم عراء رجال ونساء ممكن تقولي يا أختي أفتح مخ ابني أقول له هذا الكلام من بدري ترى المخ... المخيخ كلها مفتوح ترى إحنا لمخنا لسه مقفل أما أبنائنا وأطفالنا طالما في يدهم جهاز طالما بيروحوا مدرسة يقابلوا صاحب ليهم هو منفتح فاعتبري أنه ابنك فاهم كل شيء فتكلمي أفضل وبعدين اي نص شرعي ما نستحي منه نستحي من الكلام اللي احنا بنقوله ممكن يكون ما في حياة لكن ترى احنا عندنا حياة غير منضبط بالشرع استحي اقول النصوص ما تستحي النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام الله عز وجل حي كريم واخبرنا بهذا الكلام اذا اذكر هذه النصوص حتى يتذكرها ايش اللي حيحصل الان حيصير في عقد الان المخ صافي ما في اي موقف ابنك غلط فيه فيشعر انه كلامك دائما انت بس كل شيء تحبي تحرميه لان احنا في ساعه صفا نتكلم عن قضيه الزنا نسال الله السلامه والعافيه وايش اساليه ايش سلبياتها ايش المشاكل ممكن يعطيك مشاكل انت ما قد تخيلتيها من اخطار واثار والعياذ بالله هذه الفاحشه. طبعا احنا الكلام ده بنذكره لانه اغلب المسلسلات اللي ما بيشاهدوها قدامك في الصاله يا ابونا العزيز وامنا العزيزه بيشاهدوها على اجهزتهم. اغلب المسلسلات من اولها لاخرها تهدف الى قصه حب تنتهي الله السلامه والعافيه بعلاقه محرمه. وطفل يضطروا الاهل في النهايه انهم يقبلوا او انه مو شرط يكون في طفل لكن تصير فيه علاقه بينهم. لما تفتح تسمع مقدم فنانة بزعمهم تتكلم تقول إنه ما فيها شيء لو إنه الفتاة جربت العلاقة مع الشاب اللي تحبه قبل الزواج من حقها هذه إنسانة طبعاً تكون يعني فنانة وشهورة يقف لها رجال ونساء يصفقوا نسأل الله السلامة والعافية لما تقول هذا الكلام مؤثر تتكلم زينا بلغتنا شكلها زينا ف مؤثر جدا اذا انت ما تدري بنتك ايش ابنك ايش سمع فاحصنهم ابتداء بهذه النصوص حتى لو شافت في المشهد ماسك يدها ماشيين جنب البحر مشاعر حب ويعطيها والى اخره الان هذا علاقه قد يحدث فيها امر غير شرعي مباشره عقلها حيربط بالنص هذه هي الحصانه بس ما يكون في نفس الموقف لازم نعلمهم في ساعه صفر ثانيا شرباً مسكر آه، الان الموضوع يعني انا ما أقول لكم انتشر ومنتشر انتشر انتم اعلم مني بالوضع يعني أنا بتجيني حالات مؤلمه مؤلمه جدا فاحساسي انه الدنيا بخير انا ملتزمه ابو ملتزم كل اولادنا طيبين ما عندنا احد يمسك سيجاره اصلا في يده فبالتالي اشعر بالامان لكن انا ماني عامله حصانه فكريه لاولادي عشان خايفه افتح مخهم فبالتالي قد تقع في الجامعه انا دائما انصح بناتي ما تفتحي يا ماما مويه صح احد اعطاك هي لما تقول طق طيب. احد يسقيك شيء ماما يشرب من نفس الجاك يشرب من نفس قبل ما يعطيك هو يشرب مو شرط من كاستك بس اللي من هو ما تثقي اصلا تاخذي من احد شيء وانت مو مع ماما في عزيمه مكان عام طالبات جامعه رحتوا سوا مطعم رحتوا الحمام ورجعتي ما تشربي شيء نحط الطاوله ف هذه الامور لازم ننبههم احنا ممكن الام ما تتخيل انه يا لطيف ممكن يصير لبنتي كده لا أختم حتى ما ابقى فاول لا فاولي نبهيها بالذات لو كان نمطهم سي على دي لازم ينبه دائما ففي المسكر نذكرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام ان على الله عهد ان الله ان على الله عز وجل عهدا لمن شيش يشرب الخمر لمن يشرب الخمر ان يسقيه من طينة الخبال قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال قال آه عرق أهل النار أو عصارة أهل النار آه هذا الموضوع هذا الموضوع مهم جدا طرحه من ثمانية وتسعة سنوات لأنه أنا جاتني أنا يعني مرة كنت في مجلس والام بنتها جت تقول لها يا ماما بنتها في الابتدائي جت تقول لها يا ماما جات بنت عندنا وجابت قاروره عصير واخذتنا ورا المساء قالت كلكم اشربوا منه تخيلوا هذا العصير طبعا مسكر خمره ابتدائي اذا انا بنتي طيبه ما يجب بالها ابوها محافظ وانا محافظ كلنا طيبين بس بنتي بتخرج في المجتمع بنتي بتسمع بتشوف طول النهار شكله عصير تفاح وعليه ثلج. وكل الكلام اللي ينقال بين القصص بين السطور في الروايات اللي بيقرأوها ابنائنا انه عشان ينسى راح شرب. فنحتاج نفهمهم بالنص الشرعي بعد النص اعطيهم قصص وامثله بس خليه لما ينسى مع الايام القصه والكلام الكثير اللي قلتيه. يعلق في ذهنه النص، لانه هذا النص ممكن يسمعه في اي مكان لانه اصلا نص شرعي. حديث اخر انه انه عهدنا على الله من مات وهو يشرب الخمر، مو مات وهو يشرب، مات متى؟ انه يسقي الله من نهر الغوطه. فسالوا ما هو نهر الغوطه؟ قال صلى الله السلامه والعافيه ماء يسيل من فروج النساء المومسات ينتن على ينغص على اهل النار معيشتهم من نتن ريحته. جدا مقزز وصف الحديث لكن لا تستحي من عزيزتي أوصفي لابنك لا تستحي من عمر تسع سنين يسمع هذه النصوص النبي صلى قال لغلام يا غلام إني أعلمك كلمات كتاب يعني الكلمات هذه تكتب في مجلدات كلام كبير كبير جدا اللي قاله الغلام فالان حصنوا ابنائكم بهذه النصوص لا تجيبي قصص وحكايات قبل النص بعد النص كرري عليه بعدين نذكر هذه القصص والحكايات في عقاب او عقوبه قوم لوط قال عليه الصلاة والسلام من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به شرب بره وبعيد الحمد لله ما عندنا أحد يا رب لك الحمد يتهيأ لنا بس الآن إلين أساور مفاتيح سيارة شعار الشوارع والشعار حلو صراحة يعني ما هو أسود ولا ألوانه غامقة كحلي لا يعني ألوان تخص الشباب ما تخص الآباء والأمهات ألوان فريحية عشان أنا أفهم لما ابني في ألفاظ معينة بين هذول الناس أفهم ابني إيش بيقول أفهم إيش الوضع إيش اللي بيحصل في المجتمع فكل ما كنت حريصة على النصوص الشرعية كل ما كنت أكثر تحصينا لأبنائي الأخت اللي سألت ما ذنب المفعول به النصوص كثيرة في جرم اللواط بس أنا اخترت لكم هذا النص اختصارا بعض أهل العلم يقول أنه لا يقتل إذا كان يعني غير محصن بعضهم قالوا لا يقتل حتى لو طاب يرجم النصوص كثيره لكن هذا خلاصه الاحاديث وراي الشيخ ابن باز رحمه الله انه من هذا حديث طبعا هي كلها احاديث لكن رجحوا بعضها وكذا انه من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل المفعول به سواء كانت بهيمه سواء كان شخص واختلفوا كيف نقتلهم هذا هو لب الموضوع الان اختلفوا كيف نقتلهم فابو بكر رضي الله عنه وعلي بن ابي طالب كانوا اختلفوا في هذا الامر ففي النهايه وصلوا الى انه جبريل حمل القريه كلها الى اعلى السماء حتى سمعت الملائكه في السماء نباح الكلاب في هذه القريه ثم قلبت والقيت في الارض فقالوا يعني يؤخذ الى اعلى جبل اعلى منطقه ويلقى به يلقى من اعلى انا مره كنت مع فتاه ابتليت بهذا الامر كانت من يعني الفتيات اللي انا بتعامل معهم فكانت لما تذكر لي صحباتها تقول لك صاحبتي اللي تحاول تحط الفاظ لسبيان وكذا لا ما من نقول لسبيان ما نغير المسميات قلت لها قصدك يعني شاذه قالت لا تقولي كذا لو سمحتي عنها ما تبغى تسمع كلمه شاذه لانها حتخوفها انه اللواط يخوف سحاق يخوف فحننفر انه عارفين العقاب لكن نغير المسميات فمره اخذتها للبحر احنا ماشيين امام الشاطئ في طبعا هناك بنايات كلها عاليه فجلست اقول لها يلا خلينا نشوف فين اعلى بنايه خليتها هي بنفسها تفكر وتشوف لين ما قالت لي هذه قلت لها زي كذا المفروض يؤخذ الفاعل والمفعول به إلى هذه البناية ومن السطح ترمى على الرصيف اتنكدت في الرحلة طيب فالشاهد أنه خلص وصلتها الفكرة حتى لو ما زالت تمارس هذه الرذيلة حتى لو ما زالت بهذا الفعل لكن كل ما فعلت صدقوني مخها يستحضر النص والصورة اللي شافتها وكل ما سافرت لو راحت ان شاء الله اعلى نيويورك وين ما راحت في الدنيا وشافت ناطحات سحاب كل ما حدا عن العلو الان في عقد في مخها في عقد وربط خلاص صار حتفتكر انه اوف يا الله زي كذا من هنا ياخذوهم يرموهم هذه هي الحصانه مبكرا فالبنت صف سادس خامس تدخل المتوسط بدايه المراهقه المشاعر كذا ممكن تكون بنتي جدا اديبه وجميله وفيها انوثه ممكن يتسلطوا عليها البنات فاول ما تمسكها صاحبتها من يدها تسلم عليها تعمل لها حركات تاخذها تخشخشها ورا تفتكر على طول انا لازم كذا تفتكر النهايات عشان ترى الشيطان لما يجي خطوه خطوه خطوات الشيطان فنعمل لها حصانه من النهايه واخيرا عقوبه الغش قال عليه الصلاه والسلام او ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبره بضم الصاد صبره الطعام اي رجل كان لديه زي حافظه للطعام يبيع فيها طعام فادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فاصابه البلل فقال ما هذا يا صاحب الطعام يعني يا ايها البائع؟ قال اصابته السماء يا رسول الله قال افلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس منا وفي روايه من غشنا فليس منا إذا الغش لا يبدأ فجأة الغش تدريجي تربية من الصغر لما يجي يحاول يغش أخوه لما يجي يعبي يكتب البرشام قدام أمه عشان يغش في الاختبار بالعموم الغش يبدأ بأمور صغيرة إذا ما نبه عليها ستكبر سيصبح, سيصبح هذا الرجل مسؤول في البلد فيما بعد سنجني ويلات كثيرة من هذا الرجل من هذا الطفل الذي تعلم الغش من الصغر أنا أذكر الشيخ ابن عثيمين سألوا شخص من المغرب العربي قال يا شيخ أنا تخرجت من الجامعة ولكن بالغش ماذا أفعل؟ قاله اذهب إلى الجامعة وبلغ المسؤولين أنك أنت كذا وكذا وأنه لازم يعدو لك الاختبار طبعا مستحيل يعني الرجال الان كبير وما في مجال يرجع للجامعه ويقول لهم عيدوا الاختبار ما في هذا النظام طب المفترض ايش يسوي الان طب كيف يعني الان فاتح بيت وعنده اولاد وبيصرف عليهم وموظف بهذه الشهاده المفترض انه يشقها طب هو الان تاب خلاص اتلفها واشتغل بالثانويه طب كيف كذا انا الان على مستوى معين على مرتبه معينه كيف انزل إذا هذا الأمر يسرب يصرح ويدرب عليه الأبناء من الصغر. انتبه يا بابا، انتبه يا ماما. أنت ممكن تفقد كل نجاحاتك في المستقبل لأنها بنيت على باطل. فإذا تربوا على الأمانة أول من سيجني هذا الأمر الوالدين. وأخيراً، احذروا الأمن العكسي. بمعنى الأمن العكسي هو أن لا يكون هناك توجيه أن لا يكون هناك نصح فبالتالي لا يهلك فقط الابن كل المحيطين يقول تعالى وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ما قال مسلمين ما قال صالحين لانه يعني لو في صالحين جيد لكن ما غير مصلحين يهلكوا فبالتالي الام تعيد وتزيد على ابنائها توجه المراهقين وتوجه ابنائها وابناء اختها تنصح اخواتها بس يختلف تختلف طرق النصيحه ما نكرر نفس الطريقه نفس الكلام بطريقه اخرى مره رساله مره تسريب مره تلميح مره موقف يصير فعلى طول نربط الطرق كثيره لكن القاعده واحده اذا الاب ما نصح ابناؤه قد يعمهم كلهم، اذا الام ما نصحت زوجها وابنائها يعمهم طبعا نصيحه الزوج مختلفه تماما عن طريقه نصيحه الزوج لزوجته. لأنه له القوامة لكن المرأة تنصح بأدب بأسلوب غير مباشر توجه أبنائها لعل الأب يسمع لابد أن يكون هناك أدب في طريقة النصيحة فالشاهد أنه لابد من التناصح حتى لا يعم البلاء وأحيانا الأب أو الأم يقولوا أنه أنا أخاف دحين من كثر ما أوجه ابني أوجه بنتي أخسرهم نخسر الحب اللي بيننا اخاف زوجي بعدين يصير متضايق من مني الزوج يقول اخاف الحين تقلب علي جو ويصير جونا كله نكد هذا الامر خطير لان القلوب بيد الرحمن بني اسرائيل كانوا كذلك يقول تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ما الذي حصل ضرب الله على قلوبهم كانوا ياكلوا في سفره واحده لكن لما بدأوا وصاروا يتناصحوا وبعدين لما صار في تثاقل في النصيحه عشان لا يزعلوا من بعض تركوا النصيحه فضرب الله قلوبهم اذا النتيجه الجزاء من جنس العمل انت تبغى اصلا قلبه يميل ليك ترى ما حيميل كذا وانا شفت بام عيني امها تعانوا في فتره المراهقه عشان حجاب بنتها كانت تبكي البنت عندي شوف امها دكتور يعني ظالمه ولكن سبحان الله لما كبرت البنت أصبحت الآن في صف الأم، عكس ما كانت في المراقبة في صف الأب اللي يقول لها خذي راحتك. فإحنا ما يهمنا في صف مين، يهمنا صلاحهم، يهمنا ننقذ أنفسنا نحن مساءلون عنهم. أما القلوب بيد الرحمن، لكن أي أم تقول لي نصحت نصحت بنتي وخسرتها، وب... لا أقول لها طريقتك في النصيحة. أحيانا من الحكمة ترك النصيحة، من الحكمة إنك ما تنصحي. ف... اداب النصيحه سهل اي واحد متناول يد اي احد انه يقراها متى اتكلم متى ما اتكلم لكن المهم انه يصير في تناصح يكفي هذا القدر اليوم باذن الله اللقاء القادم سنذكر الاربع قواعد العقديه التي يجب ان نحصن أبنائنا منها بالنصوص الشرعيه اسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لي ولكم ما سمعنا وما قلنا وأن يجعلنا من أهل الصلاح والفلاح في الدنيا والآخرة بقى من الوقت يمكن عشرين دقيقة ربع ساعة لو أحد عنده سؤال طيب شكر الله لك يا أستاذة مريم صراحة على هذه الكلمات والتوجيه الشامل في هذه الحلقة المباركة نترك المجال للإخوة والأخوات سيدي العميد تتكلم تبغى امرني يا سيدي ولا الصوت مو من عندك طيب المجال مفتوح الان للي عنده سؤال طب انا الان اقرا الاسئله تسمح لي اقرا الاسئله عشان امشي طبعًا. الاسئله طبعا 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 تفضلي بيعلقوا على المفعول به والألواط إحنا ما بنتكلم الآن عن الاغتصاب يعني يعني تماما ركزوا معايا يا أخواتي تماما ركزوا هذا ما يكون برضا الشخص التواصل معي سأكتب رقم الجوال إذا أحد احتاج اه المادة العلمية موجودة في العرض حينزل في حي في مركز الحي نعم الدعاء الدعاء مهم جدا أبو زوجي كان له كان على علاقات مع بنات من زمان ورب وربين وربى ورب زوجي على هذا الأمر أعاني في حياتي من عشر سنين زوجي وعلاقاته وصلت طيب يا عزيزتي هل تكلمين انت على الخاص مو هنا الله يبارك فيك الان الابناء اصبحوا لا يحبذون سماع النصيحه ويتنرفزوا مباشره طيب يا عزيزتي النصيحه اذا جاءت بطريقه احنا ايش بنقول لا تنتظري الموقف يحصل لا تنتظري تشوفي ابنك مع شاب في الشارع مطول شعره وحركاته كلها انه كانه بنت وفي تصرفات وفي سمعه عليه تقول لابنك تعالي يا ابني بقول لك عقوبه الواو لا تنتظروا اعملوا حص... الحصانه الفكريه ما تصير ساعتها في الموقف حاولي تحصني ابنك ايش المواضيع اللي بتقعدوا يعني ايش السوالف اللي انتم السواليف اللي تقعدوا فيها مع ابنائكم وتسولفوا وتتكلموا لما تسافروا لما تجلسوا لما تتمشوا لما تتقهوا ايش الاحاديث اللي بتصير انا تفاجات جدا من امهات تقول لك انا ابني ما ادري ايش بينفر مني وبنتي فلما ربنا يريد انك انت تقعدي تشوفي كيف حياتها تلاحظوا الحياة كلها عمل 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 متى تقعدي تبني قواعد ترسي قواعد الحب والتالف بينك وبين ابنائك على اي اساس؟ يعني انا اذكر ولد اختي طيب اول ما بلغ دخلت عندي غرفتي جلست على الكنبه حضنته قلت يا بابا انت الان بلغت في اشياء لازم تعرفها تكلمت معاه بصراحه كذا وكذا وعشان تحافظ على شبابك عشان تقدر تخلي في المستقبل انتبه من هذا الفعل انتبه من انتبه قام قال لي بقول لك اشياء حكاني على اشياء يعني شافها في المدرسه واصلا بدا يتكلم فنبهته فبالتالي انت ابدا تكلمي اتكلمي في ساعه صفا ترى المراهقين انا عشت معهم عشرين سنه تعاملت 13 سنة مع المراهقين في المدارس، في مثلا شابات شب في الجامعات، ممرضات في كلية التمريض، تعاملت سبع سنوات كدوام رسمي مع أيتام الجمعيات، 20 سنة بالضبط لي مع أيتام الدور في المدينة وجدة التعامل معهم ترى مو بالساهل هذه الفئة ترى مو بالساهل تتعاملي معها أو تكسبي يعني المصداقية معها والشفافية ويحكوكي المراهقين من أروع ما يكون في السماعة في الخوف في يعني قبول النصيحة إذا كانت بقصة إذا كانت بأسلوب بمرح صراحة جدا أنا أقول لكم أنا عشت معهم جدا سهلين لكن إذا عرفتي مفتاحهم الحمد لله طيب انا عم طفلي عمره ست سنوات يا هذا يكون في لقاء الاطفال في اي عمر اعلم اطفالي عن الزنا والعلاقه بين شخصين يعني رجل وامراه في صف خامس سادس ترى هم حياخذوا هذا الموضوع تقريبا ف حتى لو ما انت قلتي يعني انا تخيلوا يعني يا صراحه يعني معكم معاكم من واقع انا عدنان ولينا يعني طفولتي كانت عدنان ولينا فانا كنت احسب عدنان اخو لينا زمان كنا ترى احنا بريئين فعندي طفله في العيله صغيره فقلت خليني اجرب اسالها قلت لها عدنان ايش يقرب لنقاط صديقها طفله صغيره وقالت لي صديقها يعني فاهمه فاهمه ان هو صديقها حتى مو ولد الجيران فالجيل تغير فاطفالنا لا تخافي فاهمين كل شيء بعدين انت ما حتتكلمي بصوره يعني فيها اباحيه، بصوره فيها ادب وحياة، نعم موقف الصحابي حذيفه بن اليمان كان يسال عن الشر قبل الخير. طيب في مداخله احد بيقول أه لبابه اظن عندها مداخله يا جماعه انا حاسه نفسي لوحدي انتم موجودين <applause> نعم موجودين موجودين بس ما شاء الله عليك انت قايمه بالدور كله الله عشان قلت امشي <applause> الاسئله اللي يكون ما لنا لا لا يعني طبعا لا لا احنا طبعا موجودين ومنصتين ومستمعين وتحت أي. امرك طبعا نعم اذا موجوده لبابا ممكن انها ترفع يدها من جديد تعمل ريز هاند بعدين احنا نفتح لها الخاصيه تشارك ولا كيف يا دكتوره؟ يا استاذه مريم؟ نعم ايوه عادي افتحوا لها خليها تسال ما في اشكاليه طيب موجود عشان اللقاء عشان تستعدوا للقاء اللي بعده يمكن عندنا خمس دقائق طبعا طبعا طيب اتوقع الان ممكن نكون الاسئله الى هذا الحد تكون انتهت طيب طيب سؤال قريتي كلام كلامها نفسها لبابا تقول حلو يكون في نصيحه من الام لاولادها لكن ما يكون جلوس الام مع اطفالها فقط للنصيحه لابد ان يكون جلسات لتسمعهم فقط او تلاعبهم وبعض الجلسات يكون فيها نصيحه صحيح يعني انا صراحه مش يمكن يزعلوا مني شويه النساء الان بس معلش هتكلم بصراحه عادة المرأة لما نص... تكون وصلت الأربعين يكون الآن أبنائها في طور جامعة مراهقة 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 كذا يعني هذا السن لو تلاحظوا الرجال يبدأوا يشتغلوا سهرات خميسية ربوعية يتزوج إلى آخره إحنا الآن ما حنتكلم عن الزوج إحنا حنتكلم نتكلم عن الأم الآن الآن ربنا فضاك شوية عشان تركزي مع الأساس وثمرة زواجك الآن مهم انك انت تخرجي كافيه مع ولدك لوحدكم كصديق ليس فقط كابن انا ما بتكلم ترى كلام مثالي وخيالي وبعيد عن الواقع كل شيء ذكرت لكم في الثلاث شهور ترى كل شيء من تجربه بس ما نقول كل شيء انا سويته فلان سوى لكن كل واقع ما بنتكلم من بنقرا من كتاب كذا أفلاطوني كل واقع يعني انا مره زعلت مره دق علي اب مربي له يعني مربي في المجتمع وفي التوجيه والتربية والإشراف التربوي وإلى آخره وبيشتكي من ابنه المراهق فلما قلت له يعني أنه جاي يضربه والابن رد ابن أبوه واحد صغير لسه في متوسط يرد أبو طول بعرض له مكانة متقاعد فبقول له افعل كذا وكذا وكذا قال لي يا أستاذة انتم يعني تقولوا كلام كذا مثالي تعالي شوفي على أرض الواقع. طب ليش يعني أنت جربت الكلام اللي أنت في مخك وفكرك وأساليبك. ليش طرقت بابنا؟ ليش جيت تكلمني وتسألني؟ استمر. ليه تشتكي؟ جرب الأساليب الأخرى، هذه الأساليب ترى مو واحد جالس بيشرب قهوة على البحر كتبها، هذه دراسات مجربة. هذه يعني يعني سنين سنين وهي مجربة وشافوا نتائجها ما هي دراسات بس كذا يعني سوينا إحصائية والناس فيها غير صادقين فنرجع ونقول يا عزيزتي الأم اتهمش الأب قليلا الآن لو كل أم اعتبرت دور الأب إنه بس يجلب لنا المال ترى حتنجح مع أولادها لأنها حتبذل قصارى جهدها ما حتقول إيه تصير إسقاطية دورك دورك مع إنه النصف دور الأب بس الان احنا ما نتكلم كاب الان بس بتكلم معك كام انت ابذلي قصارى جهدك اعطي اولادك اعتبريهم اصدقائك بنتك سارريها اضحكي معاها اخرجي معاها جيبي لها شيء وانت جايه من برا خليها تختار لك ملابسك اكسسواراتك خديها مع ساريها حتى لو عندك خزنه كده ابو اي كلام قولي هذه الفلوس اللي فيها امانه ما حد يعرف الا انت حسسيها بالامان والثقه اعطيها اشياء احيانا أس... يعني ارقام سريه ليكي تكلمي انت افتحي مواضيع الشباب مواضيع الزواج مبكرا لانه احد في احد غيري قاعد يشبع هذا الحاجه والشغف اللي داخلها لكن اشباع خاطئ فبعدين ترى حتصير المعلومات عندها غير صحيحه تفشل لما تتزوج فانا بتكلم معاكم من واقع تجارب عمليه صاحبي بنتك وصاحبي ابنك تكلموا بأريحية اضحكوا خلي بينكم هدايا خليه نكت، لا تصيري أم صارمة حرام لا يا ابني ما يصير هذه أختك خلاص لو دف أخته مزح مع أخته شوية خلاص مشي مدام أخته ضحكت خلاص مشي يعني لا تصيري أنت الآن مرة توجيه عيب أختك لا عيب أختك خلاص هم مبسوطين مع بعض مشى قال نكته مشي يعني مشوا لا تصيروا مره قاعدين على كل شيء تبغوا توجهوهم وتربوهم بعدين نفشل في كل شيء. فليش هو يحب اصدقائه؟ لانه بيخاووه، احنا حنخاويه عشان احنا عندنا حصانه، عندي امور عقديه حنذكرها الاسبوع القادم، وعندي هذه الطوام الكبيره الاربعه. بعدين مشي على اشياء ثانيه، يصلي باربيكي خلاص مشي. فاكسبي المراهق سهل سهل جدا كسبه وممتعين واي شيء يبسطهم يفرحهم بس انتم اسالوا الله انه ربنا يلهمكم رشدكم. آمين يا رب العالمين. في سؤال ورد آه تقول ولدي المراهق يلبس ملابس فيها صورة حيوانات أتوقع واتوقع مؤامرات لأشخاص ودائما أنصحه أنه ما تجوز تلبس عشان الصلاة لكن طيب. يقول حاضر ويرجع يلبسها ومرات آخذها وأدسها وأرميها إيش رأيك؟ طيب. طيب شوف يا شوف يا عزيزتي ولا عزيزي آه الآن طيب. على مع العلم حسب. انه باقي لنا دقيقتين معلش طيب خلاص طيب. طيب. الان هذا اللباس او الصوره تاكد اول هي صوره ثلاثيه الأبعاد ثلاثيه الابعاد صوره حقيقيه كذا صوره قطه قطه اسد اسد ولا هيكل عظمي ولا يعني تجاوزوا احيانا شويه اذا ابنك وقت يقول له البسها الله يكون في عونك محرم لبس الصور لكن وقت الصلاه يا بابا تبدلها خلي معك في السياره تيشيرت اذا انت بتوليد هذا خلي معك في السياره تيشيرت صار يعني كذا ما في صورة عشان تصلي بيه يعني نسدد ونقارب ما نقدر نغير كل شيء هو بيلبسها لا ما نرميها وما ندسها يروح يشتري ثاني فاحيانا ترى تكون الصوره يعني صوره كروكيه كذا ما هي صوره اصلا محرمه شرعا آه احنا هذا السؤال مره مهم احنا نستحي ان نقول لاننا تعلمنا ما تعلمنا الجراءه ترى هذه ما هي جراءه ترى ما شاء الله يعني احنا نقدر نجرب اشياء ثانيه خليني ساكته يا سيداتي احنا ما نبغى نكشف اوراقنا قدام الرجال احنا عندنا ما شاء الله جراه في الكلام وجراه في التصرفات وجراه في اشياء كثيره فالحياء لازم يكون منضبط بالشرع هذا مو حياء لما اجي اقعد مع ابني واقول نص شرعي الله عز وجل الحي الكريم قال والنبي صلى الله عليه وسلم اللي كان اكثر حياء من العذراء في خدرها قال اذا هذا مو حياء منضبط بالشعر. طيب معذره استاذه <applause> مريم اي نعم الاخوان في الكنترول جدا بيحاولوا انهم يدخلوا الغرفه الجايه في اللقاء القادم باذن الله عز وجل. فمن هذا المكان نحن نشكر لك هذا اللقاء المبارك ونفع الله بك وكتب اجرك. وان شاء الله موعدنا مع الجميع باذن الله تعالى في الاسبوع القادم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.